بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبع منته إلى يوم الدين. اليوم هو الخميس الموافق 9/11/1448 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 5/9 في يوم الخامس من شهر التاسع من عام 2047 من ميلاد عيسى عليه السلام. هذه الحلقة 64 بعنوان رسالة للأطباء، وهي في سلسلة حلقات برنامج بعنوان برنامج عملية. أيها الإخوان الكرام والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة كما أسلفنا موجهة للأطباء، الأطباء النفسيين والأطباء العضويين. حب قبل ما نبدأ نأخذ الآيات أن أذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أهدي له طبيب من حاكم مصر وبغلة و أمنا مارية فقبلها، لكن الطبيب عاده وقال قولة المشهورة عن رسوله هو أكبر طبيب، اللي هو إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الأكل الذي هو سبب كل البلاوي والأمراض هي المعدة. سنأخذ هذا بالتفصيل، لكن حبيت أن أشير لهذا حتى لا ننسى. دعونا لنبدأ بالقرآن الكريم كيف بين لنا الطريقة الصحيحة للشفاء والتداوي. ناخذ سورة يونس آية 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس آية 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، ما قال يا أيها العرب أو يا أيها المسلمين، يا أيها الناس. طبعا الموعظة التي جت هي التي هي شفاء الممسود هي القرآن الكريم، هي الإسلام، هي ذكر الله. فالكلام هذا موجه للمسلمين أطباء وغير الأطباء المسلمين. القرآن ضروري ضروري ضرورة أن نرجع له حتى لو لم يؤمن به البعض. نأتي إلى سورة النحل آية 66، دعونا نقرأ من 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ليخرج من بطونها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن العسل هو شفاء عضوي مهم جدا، وقبل العسل القرآن. القرآن شفاء نفسي، لأن شفاء النفس مهم جدا. إذا الإنسان ما مرتاح نفسيا فبالتالي العكس ذلك على أعضائه ويصبح مريض عضويا. ونحن يعني نرى الاكتئابات والهموم في العالم ويقدمون على الأشياء اللي نسأل الله العافية ليهربون من الهم، لكن يقابلهم الهم. فالقرآن هو علاج، هو شفاء. إذا ارتاحت النفس وهدأت فبالتالي الإنسان يرتاح حتى لو في أمراض عضوية يكون مبسوط. لكن الإنسان إذا لم يكن مستقرا نفسيا فلن يكون مرتاح وإن كان لديه كل شيء. يخاف من المجهول، يخاف من الأمراض، يخاف من كل شيء. نأتي إلى سورة الإسراء. سورة الإسراء آية 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة الإسراء آية 82. ومن كان في هذه أعمى فأسف. سورة الإسراء آية 82 لعل الرفرنس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. إذن لعل
آسف الكويت هنا أيوة سورة الإسراء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن القرآن مرة أخرى هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الذي لا يؤمن بالقرآن يزداد خسارة وهو عليه عمى. طيب سورة الشعراء آية 80، السورة الآية المعروفة آية 80، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشعراء آية 80 لنبدأ طبعا من الآية اللي قبلها. والذي يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي. إذا نجي نقول المرضى يشفى من الله ونقرأ الآيات هذه عليهم. طيب سورة فصلت آية 44، فصلت آية 44، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياتي أعجمي وعربي. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن القرآن شفاء لما في الصدور. طبعا يجب أننا نأخذ هذه الآيات ونكتبها على عياداتنا والمستشفيات لأننا نحتاجها سواء كنا أطباء مسلمين أو غير مسلمين. ثم نأتي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي ركز على أوجز وركز لنا بإيجاد غير مخل ما هو الشفاء الذي هو في الغذاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر بطنه، هذه المعروف. ثم قال المائدة بيت الداء والحمية هي الدواء. ثم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقوم من صبة فإن كان لا بد فاعلا فزلزل لطعامه وزلزل لشرابه وزلزل لهوائه. إذن سبحان الله هذا القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم تمسكنا بهذا فهو الشفاء التام. وتحت مظلتها الأدوية الموجودة نأخذ بالتداوي. يا أيها الناس قل الرسول التداوي فإنما أنزل الله لكل داء، أنزل الله ما جعل الله لداء ما جعل الله داء لا له دواء، علما من علم وجاهلا من جاهل إلا الساعة أو الهرم كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ثم قال بالحديث نفسوا عن المريض، نفسوا عنه فإنه لا يزيد من يعني يزيد في أجله ولكن يريحه. لا تأتي للإنسان سواء أنك طبيب أو طبيب إلا وتقول كلمة طيبة، تقول أنت ما شاء الله صحتك جيدة ستتعافى سيمن الله عليك بالشفاء، هذا أمراض قد جت مثل مرضك وشوفي منها ناس كثير. ولازم تقول له كلام زين. بعض الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير نسأل الله العافية، فليكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذه الرسالة المقدمة حقيقة، يعني ما أحببت أن أقوله مقدمة، لكن يبقى الكلام الذي نريد أن نركز عليه وهو العلم. أنت كطبيب نفسي أو غير نفسي تتبع العلم. القرآن الكريم يأمرنا بهذا، أول آية نزلت قالت اقرأ، المقالة وهل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون، قال الذي عنده علم من الكتاب والكفى بالله بيني شهيد بيني وبينكم علم علم الكتاب دل العلم. ثم قال شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم العلم مهم جدا يا أخي الله. الطبيب يجب أن يستمر بالقراءة ويكون الاتصال دائما ومستمر بالعالم بما يجد في مستشفيات العالم، حتى وإن كان في إجازة حتى وإن كان في اقتراحته لابد يكون على اتصال بطريقة أخرى عن طريق النت عن طريق أجهزة أخرى عن طريق مكالمات عن طريق. لابد الطبيب يكون يحدث معلوماته باستمرار، يعني خلينا دعونا نقول بالساعة
حتى بنصف الساعة لابد، أن ما يجي الجديد إلا يسلك معلومات مقروءة أو مسموعة قبل أن تكون مكتوبة. هذه مهم جدا. وأهم شيء في الطبيب الآية التي تقول وإذا مرضت فهو يشفي، أن تستقبل المريض بالابتسامة بالنفسية الطيبة. وإن كان عندك هموم أنت كطبيب تتعرض، أنت بشر في الأخير تتعرض للضغوط ومضايقات المستشفيات، وأنا أعرف مثل المستشفيات خاصة أكثر المستشفيات العربية وبعضها أن المسؤولين بعض المسؤولين يضايقون الأطباء المتميزين أو غير المتميزين، وهذا مرض نسأل الله العافية. لكن أعلم أنك طبيب أنك لا تأخذ الأجر فقط من الدولة، ولكن تأخذ الأجر أكثر من الله، لأنك تتعامل مع أرواح البشر أكثر من غيرك طبعا، مع هذا الطيار طبعا. فعليك أن تنتظر الأجر من الله، وأن تعلم أنك من الله مستأمن على أرواحهم، واتق الله ثم اتق الله في الأرواح في البشر اللي تتعامل معهم. اقرأ، لا تعطيهم دواء خطأ، لا تستقبلهم بوجه كالح أبدا. أعرف أن مدير المستشفى قد يضايق، أو الذي مرؤوسك يضايق، يعني في ناس كثير عديمين إنه لا يؤمنوا حتى بالله، لكن جاءهم جانب متعامل مع الله. قد تظلمك حكومة تكون استبدادية وتضعك في المكان الغير مناسب، وهذا ما يحدث مع الأسف. ولا تنظر لهذا، هذا الحياة موقتة، وخلص عملك استقابل الله وتخصمهم كلهم وتأخذ الأجر من الله. وأهم شيء عندنا كله رضا الله، والحياة موقتة قصيرة. هذا الإيجاز البسيط أكرر وأقول، لنبدأ بالعلاج النفسي الذي يطمئن النفس، ثم العلاج العضوي وما أشدنا القرآن العسل ذكر العسل. وأن نقول للمرضى أن يتقون الله، لأن ما قد يصيبك من مرض قد يجوز بسبب ظلمك. أن تسجن الناس 50,000 في سجن كذا، سجن رأي مثلا، والله ما حطك أنك تحاكمهم، ما أنت رسول عشان مؤهل أنك تقول أنت خطأ وأنت صح. إذا عندك دليل من الله أنه حالك، وقد تظلم الناس تأخذ أراضيهم، وقد ترميهم في السجون، وقد تشهد عليهم زور، وقد تكون قاضيا ظالم، قد تكون حاكما ظالم. بالتالي هذا جزء على جزء عقاب من الله. وأنا متأكد يعني أن ما أصابنا أكثر بذنوبنا، باستثناء الابتلاءات طبعا، ما هو لازم أنك إذا مرضت تكون ظالم، قد يجوز هذا ابتلاء. لكن عم الظلم على الأسف الشديد كثيرا، والناس أكثرهم لا عاد يبالون بدين أو بحلال أو حرام، أو الحاكم يظلم فأصبحوا مثل الظلمة، يقطعون الإشارات يظلمون الناس، والواسطة مثل ما معروف اللي هي فساد إداري اجتماعي خطير ينخر في عظم الأمم ويهدها. لا أمانة، لا قضاء، لا تأتي للموظف يقول تعالي بكرة هذا ما عندي كذا، إلا قليل. وأعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ما أذكره، لكن فيما معناه أن لله أقوام اختصوا بالقضاء حراج الناس لا تمسوا من النار أبدا. أقض حراج الناس بالحق، وفك من أن يبقى في فندق أو يجلس بين الشوارع لوموزين في لوموزين من سيارة في سيارة، ويدعي على الحاكم الظالم اللي حط نظام غلط، ويدعي على المسؤول على هذا اللي ما قضى يعني معاملته بالحق. ثم أن قضى حوائج الناس، هذا هو الإسلام، من ركائز الإسلام نقضى حوائج الناس، يهودي نصراني سني شيعي، إن شاء الله على أي دين، لا ننظر إن كان دين سني أو دين شيعي أو دين صوفي أو دين يهودي أو نصراني أو بوذي، ما ننظر للناس. هذه حقوق الناس، ما لها علاقة بأديانهم أو أشكالهم أو اجتناسهم أو أعراقهم. موضوع يعني يتطرق إلى يعني شعوبات، لكن أحب أركز على المهن، أصحاب المهن
أن يقرؤوا فإن الناس في ذمتهم، يعني خاصة يتعاملون مع الأرواح مباشرة مثل الطيارين اللي وراء 400 راكب أكثر أقل، أو مثل الأطباء. هذا ما حببت نقوله في هذه العجالة، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله.